مساء الخير لكل المتتبعين ومتتبعات قناة شوف في من خلال المباشر حنا تتواجدوا في دوار اه ايت الراضي اه جماعة وريكا نواحي مراكش تتبعد بطبيعة الحال 30 كيلومتر على مدينة مراكش في الحقيقة الوقت اللي تتغيب فيه الصحة وما تيبقاش الإنسان بصحته وتولي تتكى في الفراش يعني تيكون طريح الفراش تنعرفوا بانه ملي تيكون الزوج هو كما تنقولوا هو الظهر هو السند لاي عائله فكل شيء تيغيب معاه حنا اليوم مع السيد الحسن الحسين او الحسن الحسين اللي اليوم تقريبا دي شهر ونص هو مريض طايح في الفراش عنده ربعه ديال الوليدات الله يحسن العوان وتنعرفوا الناس هنا في النواحي ديال مدينه مراكش كلشي خدام طالب معاشو يعني الظروف صعيبه وصعيبه بزاف غادي نقربوا من السي الحسين ونخليه هو اللي هاد يحكي على لسان ديالو هذه المعاناه ديالو خصوصا انه ما بقاش ما لقاش باقي ما يوكل الوليدات ما لقاش باش يعيش اه بعد ما اه مرض وبعد ما جرى واحد العمليه ديال البروستات وها هو الان امامنا طلق شويه اه هو الان امامنا الان كما تشاهدون متتبعينا السي حسين آه قلت لي احنا فاش كنا قبل ما نطلق هذا اللايف قلت لي بانه شهر ونص انت ناعس في الفراش ولكن آه الناس هنا في الدوار ديال الراضي آه آه بانه داروا مجهودهم الله عوانهم الله يحسن العوان اللي يقدر يمد... اللي تعاون تعاون ولكن الناس كما تنقول يد وحده ما تصفقش لانه حتى هما ما فحالهمش ما فحالهمش واخا سي الحسين يعني قول لي يا كيفاش كنتي اشنو خدمة الخدمه اللي كنتي خدام قبل؟ كنت كنخدم في الشيء ديال البيار فاش كنخدم نعم ولكن ما... المهم هو اوي صافي مره كنخدم مره ما كنخدمش وعندي ربعه ديال الدراري وما عندي ما ناكلهم في هذه الساعه دابا عطاونا سته عيا ودابا راه عيا تنسيت ديال الحليب ما كنلقاش باش نجيبو نعم يعني شنو المرض اش كنتي خدام قبل فش... قبل ما تطيح وقلتي درتي واجريتي واحد العمليه خدمت <applause> تحسن باش اللي كان حفلت نتعشاو نعم بغيت نسولك السي حسن يعني كيفاش تشوف بعد فاش كنتي بصحتك وكنتي تت... يعني تج... تتخرج وتج... تمشي تخدم وت... واخا ديك البركه اللي الانسان تيصورها في... النهار تيجي بها نعم. الوليدات تيجي بها بيعت... تيجي بها ديك البركه للوليدات نعم. باش يعيشهم باش ياكلوا نعم. مين تشوف هذا الشيء كل شيء انت دروك انت في الفراش وتشوف بأنه وليداتك محتاجين لك ومحتاجين انه ب... هذيك هذيك البركه من, من الاب ديال اسمي ديال الخدمه مازال ما كنقدرش كاين الله كنتمشى بشويه باش كنتمشى هذا التريبورت ما قدرش نطلع عليه ولا شي حاجه نخرج غير برا الله كنت تحرك تخرج برا ورجع ثاني للفراش نعم هي كنبقى في الفراش ملي كنت بصحتك السي الحسن كانت الامور غادي طبيعيه و... ايوا شويه كنجيب هذاك الشيء يلاه كيقدني مع الدراري ومع الضو يلاه كيقدني ما عنديش حاجه باش زعما من... نحطها ولا شي حاجه ما كاين لا كيدير شي كيتي كيجي قد قد ودابا يترم لي كنعس انا راه كندير السلت ما فاش كنتحرك سما كنقدرش نخرج برا ولا متى متى تكون قاعد مع وليداتك وتتشوف فيهم احسن اشنو الاحساس اللي تيجي الاحساس كيطرو فيا بزاف كيطرو فيا بزاف ما لقيت ما نعطيهم كيطرو فيا بزاف ما كنلقى ما نعطيهم كيشوفو فيا وكنشوف فيهم والغالب الله الا زعما شي حاجه اللي يعاوني راه راه ما, را ما كرهتش اش اش اللي ضرك في خاطرك السي حسن ملي كنتي قاعد مع وليداتك وقال لك شي واحد في الوليدات اش اللي ضرك في خاطرك اشني الكلمه اللي ضرات في خاطرك فاش كنتي مع وليداتك ولا الكلمه كدرني فيهم ما تسول لي والو كتضرني بزاف حيت ما كتشوفهم بكاك والناس ما سميتو هما ما عندهم والو ما والقرايه زعما كيطرو فيا في بزاف مساكن كيفاش تشوف دروك انت الحياه ديالك دروك السي حسن ايوا الحياه ديالي واقفه صافي الحياه ديالي واقفه صافي ما عنديش اش مازال ما, زي ما <applause> تقول لك بغيت السيتر ديال الحبيب راه ما كنلقاش اش بغيت تقول للمغاربه السي الحسن دروك تيشوفوك المتتبعين تيشوفوك كاع الناس المغاربه كلهم ما شاء الله الامل ديالنا في المغاربه ومتتبعين ديال قناه شوف تي في ان شاء الله غادي بارطاجيو مزيان هذا اللايف باش هزيلا. المحسنين يتحركوا ويساعدوك وبطبيعه الحال حنا غادي نقوموا بالدور ديالنا <applause> ان شاء الله بحول الله اشنا الرساله اللي بتوصل للمغاربه اللي تيشوفوك دروك في هذا المباشر الرساله اللي <applause> القليل اللي عاوني بشي حاجه راه كيشوف الحال دابا كيفاش داير يا رك عندي ربعه ديال الدراري اللي لقى شي حاجه باش يعاوني خارج المغرب وداخل المغرب راه ما راه والو راه واقفه الحاله آه. وقف الحاله نعم على العموم متتبعينا تعرفوا بانه الناس ديال النواحي ديال مدينه مراكش وخصوصا الناس اللي اللي كانوا في وريكا. في هذا الدوار الراضي كانت الكرامه ديال السي الحسن ما, ما تسمح ليه انه يخرج معنا في هذا المباشر او انه يدير معنا في فيديو ولكن الحاجه الحاجه اللي كانت السبب والامل بطبيعه الحال فيكم والامل بطبيعة الحال في المتتبعين اللي ان شاء الله غادي يساعدوا السي الحسن من خلال المباشر باش انه الرساله ديالو توصل للمحسنين باش يتساعدوا معاه في هذه الظروف القاسيه لانه شهر ونص باش يكون الانسان هو قاعد في الفراش وتشوف الاولاد ديالو بانه الدموع ديالهم في عينيهم بعض مرات ملي يأكل ياكلوا الزوجه ديالو كما تنقولوا تخرج عند الناس هنا في الدوار في الدوار باش باش تجيب هذيك البركه للوليدات باش تطيبها باش تقدر تعيشهم ولكن الغالب الله حتى الناس هنا في الدواور ما فجهدوهمش لانه حتى هما تيخرجوا للاسواق تيخرجوا يخدموا في البني ولا يخدموا في الفلاحه ولا يخدموا بحال سي حسن يخدموا كذلك في, في الاعمال اليوميه باش يجيبوا هذيك 50 درهم ولا 70 درهم بالاحرى يقدر يلاه يجيب داكشي باش يعيش وليداتو وكيف يدير باش يساعد هذا السي الحسن على العموم تنتمناكم راه رقم المساعده متوفر من خلال هذه المباشره تنتمناكم يعني بكل امل وكل صدق انكم تبارتاجوا مزيان هذا اللايف باش السي الحسن على القليله اللي يساعدوا يوفر هذيك هذيك شويه الزيت والدقيق في هذه الظروف الصعيبه ولما لا انه يتدخلوا من خلال التحاليل والعمليه باش تكمل العمليه تنتمنى صادقا انكم تبارتاجوا هذا المباشر وتشوفوا فبعين الرحمه أه سي الحسن والعائله ديالو أه بدوار أه دوار ايت الراضي جماعه اوكيمدن عفوا دوار ايت أه الراضي أه 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 دو جماعه اوريكا التابعه لاقليم الحوز تحياتي لكم وشكرا للمتابعة المتابعه ومتتابعة قناه شوف تيلي.